عليكم الإخوان أخوات. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى تلقاكم هذا الفيديو في أحسن الظروف كيف العادة، فيديو جديدة في القناة. وقبل ما نبدأ كنبغي نشكر بزاف المشتركين الجدد والمتتبعين الجدد، فالعائلة بدات كتكبر وأنا فرحانة بكم ومرحبا وألف مرحبا بكم. واليوم إن شاء الله فيديو جديدة في القناة كيف ما تعودتوا على قناة أم حسناء الإفادة. غادي نديكم إن شاء الله عند السيد اللي تقديت من عنده الهاشواغ والأجوبة على أسئلتكم مباشرة من المحل عنده، وطبيعة الحال نخلي لكم معلومات اللي كنتو نتوما باغيينها وداكشي اللي درتو ان شاء الله في هاد لا فيديو اللي تقديتو، غادي نبارطاجي معكم بالاتمينه بكل شيء. واللي شي عنده شي استفسار بطبيعة الحال يخلي ليا في لي كومونتير. فكنتمنى تخليو ليا لي لايك ديالكم الا عجبتكم لا فيديو، والا عجبكم المحتوى ديال القناه ما تنساوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس، وشكرا. شحال كيعجبني نخرج نتقضى في هاد الاجواء هادي، تكون الدنيا خاويه صراحه هنا في الطريق. بيجامات النهار اللي جيت كنقلب انا على البيجامات كاع ما لقيتهم، عرفتي جيت قبل العيد كنقلب على بيجامات طوال، شوفوا هادي شحال غزاله فنه. انا كيعجبوني هاد البيجامات الطوال هما اللي كناخذ غالبا فنه. هادي شحال الثمن ديالها؟ هنايا صحاب البال دوزو من هنا، حتى هادو اللي عندهم البال كنلقى عندهم حويجات زوينين صراحه، ولكن خاص الخاطر وخاص اللي غيبقى يقلب وخاص الوقت ما يكونش عندك الدراري. المهم انا غادي نوصل دابا نقطع لان الناس كيبانوا قبلتي، غادي نقطع وتنوصل عند السيد. شحال زوينه هادي، هادي بالنسبه للمحتاجبات كتحمقني هاد اللبسه هادي، هادي فنه. شو الستيل ديالها كيفاش داير صراحه، خصني ناخذ شي وحده بحال هكا. زوينه زوينه بزاف عجبتني. شفت التيسيو ديالها غزاله، واش فين هو مولاها باش نسول. السلام عليكم، هاد اللبسه اللي فيها الحجاب على برا شحال دايره؟ هادي هاد البلو مارين هادي 5000 في طاي ستاندار يعني ما تتفرش. اه فنه، شكرا سيدي فنه عجبتني عجبتني. 5600 قال لي 5600 زوين صراحه مناسب لي، و غادي تشاطري معاه غادي نقص لك. المهم كتكون الدنيا عامره كتجي تصوري الناس واحد كيفاش كيتقبلها. المهم حنا قربنا البنات، بالنسبه للسبادريه صراحه خذوها على حسابي الا مشيتو لديكاتلون، مريحه مريحه يا البنات كانك كتمشي فوق بلاوات. زوينه زوينه والله العظيم. انا ديما سورتو للبنات اللي كيعانيو ملي كيبقاو يتمشاو بزاف تيضرهم قدامهم كما كيوقع لي انا صراحه، هادي ما لقيتش فيها مشكل تنتماشى ما تضرني حتى شي حاجه. المهم غزاله هادي هي القيصريه، كندخلوا على هذا العطار هذا بالنسبه للناس اللي في البر اللي في هنا في كازا، وين تندخلوا على هذا العطار كاين هاد مول الالعاب هذا. المهم هنا تندخلوا عند السيد، انا نوصلوا نعطيكم كارت فيزيت ديالو باش تشوفوا مزيان. المهم هادي هي القيصريه السيد، انا براسكم في راسكم واحد القضيه، انا براسي والله القسم اذا ما جبت راجلي ما كنعرفش منين غادي ندوز لعنده، لان الاحياء تتشابه، عفوا الزناقي اللي كاين هنا تيتشابهوا، حتى المحلات كيتشابهوا، كتلقاي حتى السلعه كتشابه ما كتعرفيش. المهم حنا تندورو نشوفو واش لقاو حل بعدا ولا لا. المهم البنات هذا هو المحل ديال السيد، هو راه خلى لي الكارت فيزيت ديالو
بالنسبه اللي كيسولوني على الكارت فيزيت ديالو ها هي. المهم غنخليها لكم في صندوق الوصف، راه نعطيكم كاع المعلومات. ها هو النيميرو ديال التليفون، هو هذا اخويا اللي خد هاد هو ياك هاد جوج هادو صافي هو هذا. كنقول لكم قصاريه طارق سيدي البرنوسي، انا لادريس اكزاكت ها هي دابا نحطيتها لكم. العشوا هو بالحق ديك يونوكس شو كوموند ياك قال لكم 3 ايام غادي تكون عنده السلعه. المهم هاد ديال الزاج ها هو، راه هو براسو ملي جبت له المره الاولى ديال الزاج قال لي فعلا الماس طوال يعني، وقال لي ديال اينوكس راه كاين فيها وفيها، قال لي لا غتصبروا نجيب لكم مزيانه. داكشي علاش كاين البعض اللي كيقول لي فيكم راه الاينوكس حتى هي ما صدقاتش ليا صدات وهذا، راه حتى حنا تسنينا حتى جاب لنا المزيانه. المهم بالنسبه للماركه كيسولوني على الماركه ديالها او كوكين كوكين حيت ما كنديتش ديك المره لومبالاج. المهم هي الماركه ديال اللي عندي اينوكس ياك نفس ديال الاينوكس، هاي الماركه. الناس اللي كيسولوني على الماركه بالنسبه للواط كانوا كيسولوني شحال من واط. الله يرحم لك الوالدين. المهم باش تشوفوا داكشي كله بالتفصيل، لان انا شفت وحده في لوح حيت انا لومبالاج ما خديتوش من عنده كما قلت لكم، كان عندي الثقل وكان عندي بزاف ديال الروينه، كانت البلاصه غير فين نحطها هي ما خديتش الكرتونه. المهم غادي يجيب لي دابا المعلومات اكزاكت، والاغلبيه ملي مشيت قلبت لي بحالها يعني لقيتهم 250 واط. انا كنت خليتها لكم في الاجوبه 250 واط. المهم المحل هو هذا، صراحه عنده كل شيء تقديس، عنده بزاف الحويجات ماشي غير هذه. هو المحل. المهم غنخلي لكم النيميرو ديالو بالنسبه اللي باغي يتواصل معاه. المهم كل شيء عنده تبارك الله، ما وتا اللي بغيتي شي حاجه ما كايناش هنا تيجيبها لك سوغ كوموند. سمعتوا البنات يعني راه 450 واط هذيك اللي خديت، راه هذاك الشيء علاش انا ديالي ما كتسخنش هذا هو المشكل. وكانوا قالوا لي على واحد الجلده، قالوا لي راه كتكون في الغلاقه، واحد الجلده كتكون في الغلاقه. انت شفتوا قال لك باش تفهموا سميتو، قال لك تكون في هذا الموديل ديال كنز. ها هي شي جلده كتكون في الشكل هذا، ها هي شفتوها ينقص هاد الاخره كامله ما فيهاش ياك، ما كتباعش هاد الجلده، ما كتباعش. والماس سولوني على الماس واش كيتباعوا البنات اللي كيقولوا لي راه الماس ما لقيناهمش، راه كيتباعوا. ها هو السيد قال لك راه كيتباعوا، يعني هانتوما راه هو يجيب لكم الماس للناس كاع اللي قالوا لي راه قلبنا. ها هي ديال اينوكس شفتوها، هذه مختلفه شويه على ديالي، غير الشكل ديالها مختلف. ها هي شفتوها وصورها هنايا كوكين شفتوها، هذه فيها اربعه. المهم هذه مختلفه على ديالي، دوبلين فيها الماس جوج. هذه قال لك راه مدوبلين فيها الماس. انا براسي غادي ناخذ الماس ديال جوج، لان اللي خديت انا ما فيهاش ديال جوج، غادي ناخذ دابا الماس اللي فيه جوج. المهم راني صورت لكم السلعه، اللي بغات تجي عنده مرحبا. المهم كلشي عنده المعناس، كلشي تبارك الله عنده. هو تبارك الله راه كانوا هادو بزاف، اعترف جيت ديك المره لقيت هاد البلاصه عامره يعني تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك، مشاو يعني بقاو غير هادو. كنت كنحسب لي غنلقى صافي يعني السلعه اللي بقات. الله يرحم لك الوالدين، شكرا. ها هو الموس ديال جوج اللي كنت صورت لكم، ما حيت ما كانش عندي، ها هو عطاه لي، شكرا اخويا. المهم بالنسبه للبنات اللي كيقولوا لي ما فيهش الفيس، ها هو هذا عطاه لي ما فيهش الفيس، شفتوا ها هو ما فيهش الفيس. هو صراحه تبارك الله كيتعامل، الله يعمر هدر، يعني ماشي كنشكرو ولا كنعرفو ولا شي حاجه، والله العظيم الا انا غير بالصدفه جيت تقديت من عنده، ماشي كنعرفو ولا زعما موده من تقديت من عنده لهاشواغ وتعامل معايا تقديت من عنده، وراه داكشي بزاف الحويجات. المهم راه كل واحد كي يعني فعيله هما اللي تيجبدوه، وتبارك الله راه ميسر الحمد لله. ايوا بالنسبه للبنات انا لبيت لكم الطلب ديالكم، وسولت لكم على الاسئله ديالكم كامله. بالنسبه للجلده كيف ما قال راه ما كايناش بالنسبه لذاك الاينوكس اللي قديمه، وحده كاينه اينوكس جديده اللي فيها اربعه الماس. الماس ها هما كيتباعوا موجودين، الناس اللي كيقول لك ما لقيناهمش وراه ما كيتباعوش. قالوا لي لا تهرس لينا الزاج، شكون اللي قالت لي تهرس لي هذا ديال الزاج واش كيتباع؟ سمعتو؟ شتي قال لك اللي تهرس لها الكاس ديال الزاج تخليه مثلا تخلي يعني بحال كوموند هنايا، ملي كيخسر شي موطور يخلي لها الكاس ديال الزاج، فهمتوا؟
كيخلي لها الكاس ديال الزاج، يعني الزاج ما قليل الا الا خسر شي موتور كيبقى الكاس ديال الزاج كيبيعوه ديك الساعه. المهم نتوما زهركم ما تفرطوش في الموتور تتلقاو الكاس ديال الزاج، والله يسر الامور الجميع. بما تنفس الكاس تاعو ما بقاش شاد الهشوار مورق عليه طحن كلشي بدقه. سمعتوا البنات قال لك السيد راه كتاخذوا ماركه تقدر تكون مزيانه ولكن الطريقه باش كطحنوا هي اللي كتخرج لكم على الهشوار وكتقولوا راه ما صدقاتش. كاسكم طحنوا شويه بشويه ما تدكسوهاش ما تعمروهاش وما ت اه خاصك تبقى منفس. اه هذاك الشيء اللي كندير انا. دابا كتعمر وكتبقى مورقه باغا تحل. لا لا انا ملي قلتيها ليا انا ملي قلتيها ليا هذاك الشيء اللي كندير. وقع عليها والو. سمعتوا البنات ايوا ردوا البال. ولماس خلاص راني قلت لكم هو براسو ملي جبتهم له والله العظيم الا قال لي فعلا راهم طوال صافي ولا حتى هو راد البال من ديك القضيه صافي ولا كيبيع للناس حاجه ناضيه. ايوا انا لبيت لكم الطلب ديالكم اذا نكمل لكم الجوله اللي بقات وناخذ داكشي اللي خاصني اخر بقاو معايا. الاسمين البنات انا باغي ناخذ هذه اللعيبه هذه شي راه ناخذها من عنده غنرجع ناخذها من عنده خصني نشوف ليها البلاصه فين. المهم هذه كاينه ديال البلاستيك زوينه صراحه ولقيت ديال الاينوكس انتما غتشوفوها ها هي ديال الاينوكس عندها سوبور يعني كديروا لها سوبور هكا فين فين توقفوها. هذه اللي كنت باغا شتي شحال قلبت قلبت عليهم شحال هذه ها انتو شفتو زوينه صراحه والله الا فنه مع انا عندي زليش الفايونس في الابيض فنه شفتوها البنات واعره زوينه خاصني ناخذها صراحه زوينه زوينه بزاف. هذه قلتي لي الثمن 110 وهذه شحال فيها تكون فيها 200 غرام. هذه ناخذ هذيك البنات واحد القضيه وقعات هي ان هذه ما كتهزش ما كتهزش الروليات الكبار كتهز غير العادي داك هو العادي زعما بغيتي شي حاجه في العود مزيانه صايبها ماشي من الصديق على كوموند ياك طيب كوموند الا بغيتي ديال العود هي هي عجبتني هذه وقلتي كما قلتي ما ما تيدخلوش ها نتوما شفتوا البنات للاسف 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 صدمتيني للاسف هادو 30 متر كتجي فيه مزيان شفتوا هذه 50 متر تجي فيه مزيان ايوا صافي وقيلا ناخذ نبقى نشري غير 30 متر 50 متر 50 كاين ديال 50 بحال هكا في السلوفان في الالومنيوم كيجي به مزيان 50 ياك اه بالنسبه لهنا بابي كويزين كيهز اي اي كويزين كيجي فيها رولو ما يكونش هذاك العامر حتى هو رولو صافي غيقتصد عليا هذه غتقتصد عليا هما دايرين على داك السكن الاقتصادي باش نبقى وحنا السكن الاقتصادي توريني راه كنستهلكوا داك الشيء ولكن دابا هما المهم هذه عجبتني البنات غنفكر مزيان غادي نفكر ونقرر. المهم يا اما غناخذ هذه ولا هذه نشوف ديال العود قال لك الا بغيتي نصايب لك شي حاجه ها هي ها هي الفوق قال لي صبغتي شي حاجه كيصايبها سوغ كوموند الا بغيتو شي حاجه مزيانه هو دابا راه قال الصراحه قال لك بانه ماشي شي عود ولكن الا بغيتي نصايب لك شي حاجه على شي حاجه مزيانه ولكن في نظري انا واقيلا الاينوكس ولا البلاستيك يعني بلا ما نعذبك تقدر تكون شي حاجه اينوكس شي حاجه كبر ياك ندير واحد شويه ونعاود نرجع عندك نتصل بك نتصل بك صافي صافي هادشي اللي غادي ندير ندخلوا عند السيد. عرفتي البنات هذه فنه قال لي 550 درهم قال لك الكبيره ديالها دايره 1200 درهم واعره 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 كيحمقني انا هذا الستيل هذا صراحه يدير ان شاء الله الا درت شي بيبليوتيك هكا طاجيرات هكا تحت التلفازه ناخذ شي وحده نحطها تما فنه. هذا الشيء ديال النحاس صراحه غزال البنات هاد البلونط هادي هادي فن هاد غزاله صراحه هادي حتى هي ديكوريجي زوين سورتو في الكوزينه ولا في هاد لي بلونط هادو فنين تيبانو بحال الا نيت ناتشورال عجبوني. هاد لي فاز نعم حتى هاد الورد عرفتي كيبان نيت واخا هو ارتيفيسيال كيبان بحال الا ناتشورال هاد الورد هذا زوين مع فيه هاد اللعيبه بحال الا بحال بدا يدبل جا زوين ستيل ديالو. ها هما هاد لي بلونط حتى هما شوف هاد اللعيبه البنات فنيونه ستيلها زوين خلينا
المهم راه خدينا هادي هانتوما كتشوفوا هي قرانيه سوره الاخلاص. راه السيد كيغلفها باش تمشي محافظه يعني ما يوقع لها حتى شي حاجه. وراه كاين فرق في الاسماء على حسب هذا الغلظ. هذا الغلظ اللي كيكون هنا راه كيكونوا شي وحدين رقاق. قال لك راه تيكونوا رقاق تيكون الثمن ديالهم ناقص واحد شويه. المهم هادي الكاليتي المزيانه. المهم وصلنا للدار كيف ما كتشوفوا خدينا هاد الطابلو هذا فيه متر ونص تبارك الله كبير. ونقول لك بارطاجي معكم المعلومات لان صراحه مول المحل في الاول كنتردد ما كانش باغيني نصور وخليته على راحته يعني حاولت نصور لكم غير اللقطات اللي خليت لكم في الفيديو راكم شفتوهم ديجا. يعني قال لي مره اخرى ان شاء الله نكون صايبت لي كارت فيزيت نكون جبت سلعه جديده. واخا تبارك الله ما شاء الله المحل عنده فيه ما يدار وفيه حويجات زوينه. انا يعني صورت لكم شي بعض الاشياء من المحل ديالو. بالنسبه للطابلو راه ماشي ديالي. البنات اللي غيسولوني انا غنصيفطو لبرا لواحد الصديقه يعني في ايطاليا غادي نصيفطو لها بصحتها وراحتها. صراحه ديجا فرشت ليها السيجور ديالها ودابا طلبات مني باش نصيفط لها هاد الطابلو. والثمن ديالو خلاه لي ب 500 درهم يعني قال لي 550 درهم باش كنبيعو. راه كيكون تعرفوا حنايا مع المشاطره خلاهنا ب 500 درهم. وبالنسبه للبرنوسي هنا راه كتكون شي شويه ما عرفتش بالضبط ولكن كنحسب لي الاثمنه كتكون شويه طالعه على بلايص اخرى ولكن هما تيقربوا لك بعدا السلعه ما عندنا ما نديرو الحمد لله. بالنسبه تخليو لي في لي كومونتير البنات الا كنتو عارفين الاثمنه ديالهم الثمن واش مناسب ولا لا فكنتمنى تخليوها لي في لي كومونتير. وكيف ما قلت لكم هذا متر ونص ب 500 درهم. غنخلي لكم الصوره ديال الصغير ديالو غنخلي لكم صوره ديال الطابلو الصغير ديالو في شي متر و20 على كيكون فيهم كاين هنا على 60 كنظن على 60 هنا متر ونص على 60. غنخلي لكم الصوره ديال متر و20 ديال الطول يعني نفس الشكل صوره الاخلاص في صوره الاخلاص. صراحه ديكورها زويون غزاله. بالنسبه للصالون ديال صديقتي اللي في ايطاليا راه فيه شي 4 متر تقريبا غادي يجيها مزيان متر ونص تجي في الوسط تجي مزيانه. اذا ندوز نشرح لكم القضيه ديال الموس اللي فيه جوج ديال لامات والقصه ديالو علاش تعطاه ليا دابا غراتوي. اذا بقاو معايا. المهم البنات بالنسبه للموس هو هذا اللي فيه جوج اللي عطاني السيد صراحه الله يجازيه بالف خير. صراحه عطاه لي غراتوي. انا عاود لكم القصه ديالو. انا صراحه لاشوار ديالي ديال الاينوكس ملي خسرات لي ديال الزاج قال لي غادي ندبر لك في ديال الاينوكس ولكن غتصبري شويه لان الاينوكس فيه وفيه راه ماشي اي ماشين اينوكس كتلقيها كتباع راه مزيانه. قال لي لا غتصبري نجيب لك اينوكس اللي ما يصديش. وكتعرفوا كنت محتاجاها في رمضان وفات رمضان ما خدمتش بها يعني تمحنت. وراكم عارفين ملي كتكوني عوال على واحد الحاجه غادي يعني حادقه غتقضي معاك كتبقي دايره بالك معاها منين تجي تشلضي شي حاجه كتقول لكم كانت دابا كاع ما غادي نتمحن يعني. وصافي وبرزت السيد مسكين في التليفون وكان كيمشي عنده راجلي وراكم عارفين يعني الظروف اللي كنا فيها في الحجر الصحي كان كيخرج بالوثيقه وكان غير هو اللي مشى جابها يعني مشى بوحديته هو اللي جابها ما كانش عندي الحق انا نخرج. المهم هو هذا الموس. بغيت نقول واحد القضيه لواحد الاخت ولا كنظن ما عرفتش ما عقلتش العدد ديال الاخوات. المهم سمحوا لي. المهم واحد الاخت اللي بقيت عقل عليها قالت لي راه كاين اللي ما فيهش الفيسات. فعلا اختي عندك الحق وراه حنا هذا الشيء علاش كنستافدوا من بعضياتنا. فعلا هو ما فيهش الفيس بالنسبه للبنات اللي باغين يعني تبقاو تقلبوا ملي تبغوا تاخذوا شي ماشين قلبوها. وباقي ان شاء الله غادي نجربوا غادي نبارطاجي معكم تجربتي معاه. المهم هو هذا صراحه صحيح وماضي وكيعطيوكم هاد البلاستيكات ديالو هكا باش هكا سيكوريزي وصافي باش تحميو رؤوسكم لانهم ماضيين صراحه. المهم هذا اللي خاص بالمكسرات و بغيتي تصيبي سلو بغيتي تهرم شي حاجه بالنسبه للحلوه. المهم باقي ما جربتوش باش نقول لكم انا رايي بصراحه فيه. المهم راه كيتباعوا بالنسبه للناس اللي باغيين يشريوهم راهم كيتباعوا. راني بارطاجيت معكم كلشي في لا فيديو السيد راه جاوب على اسئلتكم. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى اني ما نكون نسيت حتى شي سؤال ديال شي اخت ولا شي استفسار. وغنخلي لكم الكارت فيزيت راني صورتها وغنعاود نصورها لكم ولا غنخلي لكم المعلومات في صندوق الوصف باش اللي بغات شي معلومه يعني تواصل مع السيد ويجاوبها على الاسئله نيشان. راه الله يعمر هدر هذا الانسان ظريف وصراحه هادشي اللي كاين. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا تفرجتوا وما مليتوش ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. والى فيديو قادم ان شاء الله تكون فيه استفاده ايضا وان شاء الله مواضيع اللي تكون مفيده لربات البيوت والنساء بصفه عامه. فما سخيتش بكم يعني دمتم في عنايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.